منذ اللحظات الأولى التي سعت بها الحكومة لزيادة ضريبة المبيعات على العقاقير الطبية والأدوية، وقفت نقابة الصيادلة ممثلة بنقيبها الدكتور زيد الكيلاني بوجه هذا القرار الذي اعتبر مجحفا بحق الشعب الأردني، إلى أن جاءت الإرادة الملكية السامية بإلغاء الضريبة عن قطاع الأدوية لتؤكد حق المواطن بالعلاج وأن الأمن الدوائي خط أحمر لا يجوز العبث به. ولأهمية هذا القطاع وأهم المعيقات التي تواجه الصيادلة، استضافت وكالة رم نقيب الصيادلة زيد الكيلاني في هذا الحوار. شوفي، الواحد يعني لازم يبلش بشكر وتثمين لجهود جلالة سيدنا على الموقف اللي أخذه، واللي هو بالأمانة من أول ما بلشنا نحن الناشد وما كان في تجاوب، تم سؤالي قبل فترة شو بتتوقع يصير؟ قلت له أنا أتوقع في آخر لحظات سيتدخل جلالة سيدنا يوقف هذا القرار لما توصل الصورة الصحيحة لأصحاب القرار يعني، وما ما يغيروا رأيهم بالآخر، هو ما حيحلها غيره. ودائما بحكي أنا بقول الله يكون بعونه، نحن بنرجع له دائما بالشغلات الصعبة والشغلات المستحيلة، مع إنه هو إذا يعني أنت بطلع سيدنا شو عم بحاول يعمل بالبلد وكيف ينهض بالاقتصاد ويشتغل باللامركزية ويعطي الحكومات والشعب والمؤسسات المجتمع المدني دورهم الحقيقي في النهوض، عمل أوراق مناقشة نقاشية وحطها وحكى قبل فترة إنه حتى ما مشوا فيها الناس زي ما بده، بيشتغل باللامركزية، ولكن بالآخر بيطلع القرار مش خلينا نحكي في أكمل وجه، فبضطر يتدخل. اللي عملناه نحن خلال الفترة هذه، أنا من شهر 10 وصلتنا لما كانوا يحطوا بالموازنة ويدرسوا الميزانية، بتعرف في حكي وتسريبات حكي إنه في إشاعة رح يكون في رفع ضريبة على الدواء. خاطبنا رئاسة الوزراء، خاطبنا النواب، خاطبنا الأعيان بهذيك الفترة كلياتها، قلنا تمنى عليكم هذا الحكي إذا موجود ما تطبقوا. بشهر 11 كان في اجتماع مجلس النقباء مع دولة رئيس الوزراء وبعض الوزراء المعنيين، ولما اجى الدور لي سالت سؤال مباشر، قلت لهم انا وصلني حكي انه حيكون في رفع ضريبه على الدواء، في منه هذا الحكي؟ ناقشنا شوي بعدين قالوا لي منين سمعت؟ قلت لهم حكي قال اشاعات. هون الواحد اتضايق شوي. بعد بيومين وصلنا خبر من النواب اللجنه الماليه انه نعم في رفع ضريبه على الدواء. هون بلشنا نتحرك بطريقه اخرى، بلشنا نيجي للاعلام، واللي انا ما بقدر غير اشكرهم لانه للامانه اليوم إذا بتحكوا على قوة هي قوة الإعلام وتوصيل الصورة الصحيحة، وهون عم بشكر كل جهات الإعلام اللي وقفت معنا ووصلت الصورة الصحيحة للمواطن ولأصحاب القرار. ناشدنا طبعا كتب، بعتنا خاطبنا النواب مرة تانية، تواصلنا معهم راجيين عدم إقرار الموازنة والأعيان، لكن للأسف تم إقرار الموازنة. تبعنا تفاصيلها انه كيف بتقروا هيك الموازنه وشو الارقام وشو هذا، بلشنا نكتشف انه نحن المعلومات مش كامله او مكمله عندهم. هلا المعلومات صحيحه، ولكن خلينا نحكي الفكره الكبيره مش واصله بالها. نحن حكينا بموضوع اخر، قلنا هاي الضريبه، بيقولوا لي ليش انتم حاملين هم الصيدليات، انتم مش متضررين. نعم نحن مش متضررين لانه هي ضريبه، وهذا كان مهم توصل الرساله، هي ضريبه على المريض على المواطن، الصيدلي صاحب الصيدلية غير متضرر منها. شو بيصير؟ بيصير في رفع في السعر وبنعكس على المواطن وبدفع له إياه المواطن، المواطن وردها. ولكن نحن عايشين يوم بيوم مع المواطنين، زي ما بيحكوا الصيدليات المجتمع هي الواجهة لمهنة الصيدلية، يعني احنا مهنتنا كتير فيها مجالات مختلفة ومجالات كبيرة وبتخدم مواطنين بشتى مواقعهم، ولكن الصيدلي في الصيدلية هو الواجهة مع والتعامل الدائم مع المواطن. هذا شو بياخذنا؟ بياخذنا على نشوف ونحس بمعاناته اليومية. وضع اقتصادي صعب، مش صعب على الحكومة بس، صعب علينا. فشفنا نحن كمان شو عم بيصير معنا. حاولنا نوصل وجهة نظر انه اليوم الوضع الاقتصادي صعب، وانه هذا المريض مش كاين يقدر ياخذ دواء كامل. مريض السكري حكيناها كثير، بيجي متزامن معه ضغط وكوليسترول. هذا المشكلة بيجي 3-4 أدوية، معناته الرقم اللي يدفعه كبير، بطل يقدر، صار يقول لك اعطيني الاهم، اعطيني بقدر اخذ حبه بدل 3 حبات عشان العلاج طول معه اكثر، صار يفكر يقول لك بشريط بالحبه. طب هاي الفكره لازم توصل، الدواء ليس سلعه، الدواء هو رمز. ومن هذا الرمز نحن بنحكي انه كنا رافعين هذا الشعار. نحن لما فرضوا اول مره ضريبه 4% 2009 رفعنا لا ضريبه على المرض، ما بيصير نسد عجز موازنه من ضرائب على المرض 100%. تواصلنا، حكينا، ناشدنا،
بشكر طبعا مجلس النقباء، طرحت طلبت اجتماع طارئ معهم وعلى السريع تجاوبوا، وتاني يوم كانوا داعيين، وكان العنوان الرئيسي هو فرض الضريبة على الدواء، وتم مناقشته وتبنى مجلس النقباء هذه القضية، وطلبنا موعد مع العيان على السريع لأنه كانت أقرها هذا بعد إقرار الموازنة. النقابات الصحية مشكورين من أطباء الأسنان، الأطباء، الممرضين، طبعا نحن نشكر كل النقابات، ولكن النقابات الصحية لأنه بموجب العمل اشتغلنا مع بعض وتواصلنا مع اللجنة الصحة، لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب بحكم العلاقة، برضو بحب أشكرهم لدعمهم لنا. هون كمان أنا بحب أأكد على دور النواب. النواب أي نعم أقروا الموازنة، ولكن نحن بالآخر من حيي يلي بيقول أنا أخطيت، يلي بيجي بيحكي أنا يا عمي أقريت إشي بس ما كنت شاعر فيها وقريتها بسرعة، هلا لما فكرت فيها وشفت الموضوع يا عمي أنا غلطان، أنا بدي أسحب قراري. هذه بالعكس، هذا مش ضعف زي ما بيحكوا أو تراجع، هاي قوة، هذه قوة. فأنا بشكر النواب اللي عملوه، وبشكر كمان زملائي في لجنة الصحة والبيئة يلي بالاجتماعنا الأخير أقروا وقالوا نحن حنصدر بيان برفضها مرة أخرى ومحاولة عكس القرار، وبناء عليه اتطورت الأمور وتم دعوة إلى اجتماع مجلس النواب اللي هو مفروض يكون الأحد قبل ما يقروها. كل هذه الأمور أدت إلى صوتنا يوصل مجتمعين. الشكر الحقيقي طبعا بعد ما شكرنا جلالة سيدنا اللي هو أخذ القرار، أنا بحب أشكر زملائنا الصيادلة كلهم في موقعه. الناس ما بتعرف الخفايا، بيشوفوا نقيب صيادلة متوجه بس ما حدا بيعرف مجلس النقابة اللي معي كيف اشتغلوا وكيف كانوا داعمين، ما حدا بيعرف الصيادلة كيف كانوا يجوا على النقابة ويجتمعوا يقولوا لي دكتور نحن معاكم، نحن فنفسنا اللي استمديناه من الأربعة أشهر الماضية كان بصراحة من زملائنا الصيادلة بمواقعهم بصيدليات، سواء صيدليات سواء مستودعات الجمعية والاتحاد منتجي الأدوية، كلياتهم كانوا داعمين. إنه بقولوا لي مستحيل أنت عم تطلبه، الكل بقول لك مستحيل، لكن إحنا وراكو مسكين هالمواطن ومسكين هالمريض، لحتى طلع قرار جلالة سيدنا وأثلج صدورنا زي ما بيحكي وصدور هالمواطنين والمرضى بهيك قرار، وما كان حتنحل الأمانة أظن إلا بقرار من جلالته. يعني قطاع الصيدل كهذا، نحن هلا عنا اليوم وصل عدد الصيادلة في الأردن ل 23 ألف صيدلي منتسب، 13 ألف مزاول داخل الأردن منهم. الجامعات قاعدة تخرج أعداد هائلة من الصيادلة، نحن تواصلنا مع وزارة التعليم العالي ومع معالي وقلنا لهم يا عمي يجب أن يكون في ترتيب أكبر ما بين التعليم والنقابات عشان أنتوا بتخلصوا قطاع العمل، أنتوا شو بتسووا؟ بتفتحوا باب التعليم والكل له حق التعليم، وهذه هي اللي بقول لك أنا ما بقدر أخفض أعداد ولا أعمل في الجامعات، وبعدين هذا كمان وضع اقتصادي تاني فيها. قلنا له طب أنتوا شو بيصير معكم؟ بتخرجوا هالطلاب بيصيروا صيادلة، بعدين ما حدا فيكم بيشوفهم ولا بروحوا على الوزارات، بيجوا على نقابتهم بيجوا بوعدوا بالنقابة دكتور بدنا نشتغل مش لاقين شغل. فللأمانة الوضع عم بصير أصعب. اليوم إغلاق دول الخليج على أبنائنا عم بصعب الموضوع، عم بيجيني ناس من دول الخليج 15 سنة خبرة مدراء شركات، طب وين بدك تحطهم؟ تحكي بتحاول بتجرب كذا، بقول لك الوضع الاقتصادي صعب علينا جميعا، ومن هون بتنعكس على حد الأدنى للأجور. شو بيصير عنا؟ نيجي على حد الأجور، زرنا وتعاوننا مرينا على وزارة العمل وحاولنا نشتغل على رفع الحد الأدنى للأجور، وحكوا بشغلة فيها جزء من المنطق، بقول لك رفعنا حد الأدنى للأجور هل سيكون في التزام؟ نالهم مش هنعرف، لأن الوضع الاقتصادي اليوم صعب. اليوم صاحب الصيدلية وصاحب المستودع وصاحب يعني الكلف اللي عم بتكون علينا كتير كتير مرتفعة. معلومة بيطلعوا تقارير طبعا، والصيدليات وأرباح الصيدليات وضع الصيدليات هذا كلياته زي ما يحكي هذا الصيدليات، تسعيرة الدواء مسعر المسعر غذاء دواء، التسعيرة هذه وآلية الأرباح تحت الصيدلية من السبعينات لم تتغير، من السبعينات نفس التسعيرة، معناته من السبعينات انت شوفوا قديش غليت الكهرباء، قديش غليوا الأجارات، قديش غلي كل شيء حوالينا الأكل الشرب الكذا، عرفتوا علي؟
والمصاريف الإدارية والأرباح للصيدليات المحددة بالقانون لم تتغير من السبعينات، وهي نسب بالزمانات. نحكي للصيادلة لما أول ما أنشأت الصيدلية والقوانين والأنظمة كان أمور منيحة. اليوم مسؤول عن غذاء دواء تتابع الأسعار عالميا بشكل دوري، فمع تخفيض الأسعار، الأسعار عندنا أنتوا كلكم عم بتشوفوا عم تنزل كتير، كل سنة عم بنزلوا أسعار الأدوية. كل ما يصير دواء جديد بعد فترة 3-4 سنين 5 سنين تفتح الأسواق للصناعة البديلة له، ونسميها الأدوية الجنيسة، على السريع بنزل سعر المحلي، بنزل السعر الدواء الأصيل للنص. فالأسعار عم تنزل، الأسعار عم تنزل، الأرباح والمصاريف الإدارية ما بتزيد، تمام، والكلف زادت مش ضعف ولا ضعف، عشرات الأضعاف. فهلأ بنرجع للأصل، طب صاحب الصيدلية وصاحب المستودع ولا هذا مع الوظائف مع الرواتب مع المصروف اللي عنده بطل يقدر يعطي الرواتب المرتفعة اللي بيستاهلها واللي حق للصيدلي. فهو وضع اقتصادي صعب علينا جميعا. توجهاتنا نحن كنقابة، هلأ نحن نطلع العالم كيف عم يشتغل. العالم بلش يشتغل فيه ما يسمى بالتخصصات الصيدلي. دور الصيدلي نحن معروف عنه في الأردن صيدلي بصيدلية، أو إذا أنتم معروف الترويج العلمي اللي بيشتغلوه، وصيدلي مستشفى. هلأ نحن مجالات الصيدلي عم تكبر، عم بيصير في صيدلي بمجالات مختلفة. اليوم تواصلنا كمان مع هيئة اعتماد الجامعات، وعم نحاول ندخل نغير شوي بالمواد. المواد الأصلية بالصيدلي بتبقى، ولكن نحاول نربط إنه خريجين يطلعوا جاهزين لسوق العمل، فيكون في لهم مجالات تخصصية بمجالات أخرى، على أساس إنه نقدر نوزع الصيادلة على مجالات مختلفة وما يتغلبوا في إيجاد فرص العمل. عدد الصيدليات مرتفع جدا، نحن عندنا 3300 صيدلية اليوم في الأردن، وهي تعتبر من أعلى النسب. ترى صيدلية مقارنة عالميا، يعني عالميا مفروض الصيدلية لكل 8000 نسمة، نحن عندنا صيدلية لكل 2750 نسمة، تمام. فيعني عشان هيك بيقولوا لك كل ما نمشي بنلاقي بين صيدلية وصيدلية صيدلية. نحن حتى اعداد الصيادلة عندنا، اذا اعطيكم هيك رقم بسيط، في الاردن احنا 23000 على 9 مليون نسمة. مثلا تركيا 30000 صيدلي على 70-80 مليون نسمة. فيعني نحن عدد صيادلتنا نفس عدد صيادلة تركيا. يوجد هناك ما بالقانون ما يسمى نظام فتح المؤسسات الصيدلانية، تراخيص مؤسسات الصيدلانية اللي بتشمل صيدلية، مستودع أدوية، مصنع، مركز أبحاث، صيدلية مستشفى. فهذا النظام هو طبعا نظام تابع لقانون الصيدلي والدواء وصادر منه، ولكن نحن جزء من اللجنة اللي بتعد نظام. ففي له شروط محددة من ناحية المساحة، المسافة ما بين الصيدلية والأخرى. كان أحد المقترحات اللي احنا طرحناها وهو موجود عالميا، الربط ما بين فتح الصيدلية والتعداد السكاني. تمام، انه انت بتفتح صيدلية مثلا 8000 نسمة كتير، بس مثلا بنصير نحكي صيدلية لكل 3000-4000 نسمة عشان نحد، وبيصير بهيك حالة توجه ما بين، بدل ما الناس تتجمع في منطقة واحدة أو منطقة تجارية بتروح لمناطق شوي أبعد، بتصير تشتغل في المحافظات أكثر، بصير فيه توزيع. ناقشناها جديد، لقينا آلية تطبيقها اليوم في البلد نحن ما عندناش الأرضية اللي كاملة، ولكن حطينا الأسس إنه نحن نبدأ ندرسها ونفعل الموضوع ونشوف كيف ممكن تطبيقها في المستقبل. بس أنا واضح أنا ما حكيت لسه، لهلا ما وصلنا لمرحلة البطالة في مهنة الصيدلة، تمام، هاي للتوضيح. نحن اليوم ما بنسمى بالبطانة المقنعة، هاي جيدة ونسيت أذكرها. اليوم عدد الصيادلة كبير، ولكن الصيدلانيات نسبة إناثا، صيدلانيات لصيادلة ذكور، هي 76% صيدلانيات و24% ذكور. هاي النسبة في أرض الواقع في مجتمعنا وفي طبيعة بيئتنا، العديد من زميلاتنا الصيدلانيات بيخلصوا بيشتغلوا فترة بسيطة بعدين بحاولوا على إشي تاني، أو بعدوا بالدار، أو بتجوز، أو بيسافروا، يعني بالحقوات، فبتكون أقل من الأد. ولكن في هذا التوجه وفي ظل الوضع حنصل إلى، إذا بضل الوضع هيك حنصل إلى حد بطالة شديد. اليوم وجهة نظر السلاسل وجدت في القانون، موجودة في القانون، تنظيم لعملية السلاسل وإلها نسب شراكات حقيقية. يعني لما تفتح الصيدلية لا يملكها هاي السلسلة، لا يملكها شخص بموجب القانون، يجب أن يكون هنالك حد أدنى
للشريك للصيدلي يجب أن يكون يعني كل السلاسل بتشوفها كل صيدلية مسجلة باسم صيدلي. يعني مثلا بتشوف صيدلية مجموعة عندها 100 فرع معناته في عنده 100 صيدلي شريك. الحد الأدنى للشريك في القانون أن يكون 2.5 عشان يكون هنالك شراكة حقيقية، والحد الأعلى لأي شريك يجب أن لا تزيد عن 30%. فإذا بتمسك الشركة الصيدلانية ضمن القانون وضمن السجل التجاري مستحيل يكون عندك أكثر من 40 شريك. يعني لو كل شريك 2.5 2.5 2.5 ل100% 40 شريك. فاللي صار عنا اليوم اللي بتشوف انتشار انه فعلا الشركة الأولى مثلا جابت سجل تجاري حطت فيه 40 شريك، اجت شركة تانية ممكن تبقى نفس الشخص. يعني هلا نحن الأشخاص مختلفين لأنه لا يجوز بالقانون أن يتملك الصيدلاني أكثر من مؤسسة صيدلانية أو أن يكون شريك في أكثر من مؤسسة صيدلانية. فبتيجي شركة تانية بتعمل كمان 40 شريك. هلا اللي عم بيصير عندنا عم بيكون توحيد، ما يسمى بالتوحيد العلامة التجارية. هاي الشركة فيها 20، هاي الشركة فيها 30، هاي الشركة فيها 40، بغض النظر عن الأعداد، بس إيش وحدوا ما يسمى بالعلامة التجارية. اندمجوا تحت مسمى واحد، ولكن بالسجلات التجارية هم 3-4 شركات بيكون. هلا بالنسبة للوضع وكيف نسمح، هذا القانون سمحه. العلامة التجارية، قانون العلامات التجارية في الصناعة والتجارة. هلا شو صار عندنا نحن؟ صار عندنا إشكالية وفائدة. الإشكالية اللي أنت تفضلت فيها بشوي حكينا فيها إنه بعض الصيدليات المجتمع اللي هي نحن نسميها الصيدليات الفردية أو صيدليات المجتمع، بديش أحكي تضررت، ولكن صعب عليها الموضوع لأنه صار في الشركات. فنحن كنا دائما نحكي وأنا دائما بحكيها بقول طالما الشركة ملتزمة في القوانين الأنظمة وما عندها مخالفات والصيدلية الفردية ملتزمة يصبح المنافسة في الخدمة في الخدمات. خدمات الصيدلية الفردية اللي بيكون فيها صاحب الصيدلية الحقيقي مداوم فيها تقدم خدمات وخبرات تفتقرها حتى للأمانة بعض السلاسل، لا أقدرش أحكي تفتقرها لأنه هناك أخذت نموذج وطابع آخر السلاسل. هلأ وجهة نظر الأخرى أنه اللي بتناقض نقول لك اليوم بالنسبة للموضوع الصيادلة وأعداد التوظيف، السلاسل اليوم عم بيوظفوا أعداد صيادلة أكثر، فهي زي ما تحكي بين نارين الشخص. الموضوع بيحتاج إلى تنظيم، نعم أنا ما يعني ما بنكر الموضوع يحتاج لتنظيم كبير، ونحن هلأ شغالين مع وزارة الصحة ومع المسعى الغذاء الدواء على النظر في الموضوع هذا، لأنه بده بكرة إذا بتستمر الموضوع بالطريقة هذا عم بيصير عندك منتج عنده احتكارات، عم بيكون هنالك بحكيها بكل شفافية، ونحن هلأ مع شركات تأمين احتكارات لي للوصفات شركات تأمين، وهذا موضوع خطر لأنه تناقشنا مع الصناعة والتجارة بقول لك سوق حر أنا بقدر أواجه، بقول له لا هذا قانون منافسي يجب على المريض أن يختار الصيدلية اللي هو برتاح فيها. لا يجوز أنك تمسك المريض وتقول له أنا معلش أعتمد فقط فلان روح عنده. ليش؟ إذا أنا صيدلية ومستوفي الشروط التأمين الصحي هو وصفة بالآخر، بالعكس هو خدمة أخرى، وهون الناس مرات ما بتن هو خدمة بقدمها الصيدلي للمريض وللشركة. الناس ما بتعرف أنه نحن كصيادلة أصحاب صيدليات شركة التأمين أنا بصرف الورقة ما بأخذ فلوس، وبقبض من شركة التأمين بعد أقل شيء 45 يوم، وبتسحب شركات شهرين وثلاثة أشهر. فأنا عم بداين الشركات، أنا عم بخدمهم، أنا بيجي المريض بقدم له كل الخدمة كل الرعاية، بعطيه الدواء بقول له تفضل معزز مكرم، وبشرح له عليه وبعطيه المشورة الصيدلانية وما بقبض حقه. بقول لك ما أنت بتقبض من شركة التأمين، لا هي قصة تانية. شو بصير بيني وبين شركة التأمين؟ في شركة التأمين بتبدأ تتشاطر على الصيدلي، بتبدأ تخصم، تأخرت بالمطالبة تاعتك. يعني عندي قضايا مع شركات تأمين لصيادلة زملاء ودوا لهم المطالبة بآخر الشهر، بجمعوا شهر وبيطلعوا لهم المطالبات بآخر الشهر، تأخر أسبوع بقول لك خلال أسبوع بتودي لي المطالبة، ودها بعد 10 أيام بقول له سقط حقك في المطالبة. طب أنا خدمت مرضاك، يوجد اتفاقية، نحن كنا مشرفين على اتفاقية لما كنت أنا عضو مجلس في أمان في دورة 2010-2012-2014، عملنا اتفاقية مع شركات تأمين للتوحيد لمحاولة حفظ الحقوق. للأسف الالتزام فيها لأنه هي اتفاقية، نحن كنا مشرفين على الاتفاقية ويجب أن تكون الاتفاق بين الطرفين، يعني بين الصيدلية شركة تأمين، وتصدق العقد في النقابة.
أنا الكل عرف نحن مرينا في فترة صعبة في نقابة الصيادلة الدورة الماضية، كانت خالية من مجلس نقابة، وكانت هنالك لجنة لتسيير الأعمال. اللجنة قامت بدورها على أكمل وجه كتسيير أعمال ضمن صلاحياتها، ولكن القضايا المهنية ما كان ما عندهاش صلاحية تشتغل فيها. فكان هنالك رجعت الأمور، خلينا نحكي مع شركة تأمين سوقت ورجعت. هلا عم نحاول نرجع البوصلة إلى مكانها الصحيح، إنه الالتزام. شركات تأمين اليوم قاعدة بتحول وبتوجه وبتحصر وبتعتمد، بيصير في مفاوضات غير قانونية، يعني هي ضمن القانون، لأنه نحن الدواء سلعة مسعرة، يمنع التلاعب بقوانيننا، يمنع الزيادة أو نقصان بالسعر. موضوع الخصومات هذه ممنوع، لأنه نحن بنصير مضاربات تجارية، نحن ما في عندنا مضاربة تجارية. نحن لازم نتنافس كصيادلة بخدمة المريض. المريض يجي على الصيدلية، أنا أعطيك الشرح الكامل، أنا أنصحك، أنا أقول لك إمتى تأخذ الدواء تبعك، إمتى ما تأخذه، أنا أنتبه على وصفة الطبيب، أشوف هذا الدواء بتعارض مع كذا. أنا لما تيجي عندي أنت بتكون زائر، بيروح المريض مرات على طبيبين، بيروح على طبيب باطني وبيروح على طبيب قلب مثلا، وبيجيب روشته، بيدخل بيقول له طول بالك، الأطباء ما بيكونوا عارفين، بيجي عندي بيقول له لحظة، هذا العلاج مع هذا العلاج بدك تدير بالك، ارجع على الطبيب أو نحكي لك مع الطبيب. يعني هاي هذا دورنا. اليوم دورنا قاعد يتحول إلا بس بتعباية طلبات شركات تأمين، ودي للشركات محاسبين لضريبة الدخل المبيعات توريد ضرائب عن والتواصل مع المحامين. يعني فعلا الموضوع أصبح مؤرق. فنحن هلا قاعدين نحاول نعمل نظام كامل موحد مع صناديق التأمين وشركات التأمين وآليات الدفع. بعدين نحن حكينا على البطالة كلها مربوطة ببعض. لما يجي عندك الصيدلي بايع شركات تأمين في الدين مش محصل فلوسه، أجراته وأسعاره كله بده يدفعه كاش، تيجي مطالباته مخصوم نصها، يعني خسران فيها، ولكن هو مضطر عشان بطل الشغل الوضع الاقتصادي. فأنت بتيجي تلاقي أنه فعلا استنزف. ومع ذلك لما يجي موضوع زي الضريبة، أول من وقف ضده هو الصيدلي اللي هو مستنزف، بقول لك عشان صحة المريض. أنا هو مس يعني هو مستنزف، ومع ذلك بحمل الراية اللي نحن كلياتنا والشعارات اللي نحن كلياتنا نحملها من واجبنا الإنساني تجاه مهنتنا وتجاه مرضانا. هلا نحن عندنا قضايا مهنية كثيرة، يعني هون دور النقابة الحقيقي. نحن دورنا الحقيقي الحفاظ على كرامة منتسبينا وعلى مهنتنا والحفاظ على حقوقهم وكل القضايا المتعلقة به الصيادلة والمهنية تاعتهم. هلا بيجينا أنواع من الشكاوي، معظمها اللي بتيجي على شركة تأمين، شركة رافضة اعتماد، لغت اعتماد لأسباب غير مبررة، رافضة الدفع. هذا معظم الشكاوي، يعني تقدر تحكي هذا ملف لحاله معظمها. بيجيك قضايا أخرى، بيجينا قضايا أخرى مثلا البيع المباشر للأطباء. اليوم نحن زملائنا الأطباء عم نحل الموضوع، بتدخل عيادة الطبيب، الطبيب صار يبيع الأدوية في عياداته صيدلية، تمام. هاي قصة تانية. نحن هلا أنا بحب أكون واضح وشفاف عشان ما يزعلوا مني زملائي الطبي، نحن فريق واحد. زملائنا الأطباء بقول لك أنت كمان كصيدلي عم بتبيع صورة المضاد الحيوي كذا بدون وصفة طبية. نحن اليوم عم نشتغل النقابات الصحية للأمانة، لأول مرة بيكون في هناك توافق تام وخلنا نحكي وحدة حال، وقاعدين بنحاول ننظم بيوتنا الداخلية. نحن اليوم عم نوصل لاتفاق إنه عمي كل واحد له دوره، الصيدلي له دوره وهو الصيدلي صرف الدواء ومراقبته وشرح للمريض، والطبيب عليه تشخيص الحالة وكتابة الدواء في بعض الحالات، لأنه هلأ صار عندي عند تخصص دكتور صيدلي، فصار عند تخصص دكتور صيدلي وصيدلي سريري اللي هو ممكن يساعد الطبيب في العديد من الحالات، وليس لكتابة العلاج. كتابة العلاج من حق الطبيب، هو بيشوف الحالة، ولكن بنرصد الآثار الجانبية، بنرصد تداخلات الدوائية، يعني صار في عندنا تخصصات. فبعض الشكاوي بتجينا، سألتينا الشكاوي بتجينا على شكاوي تنافسية ما بين الشركات الصيدلانية والصيدلية الفردية، بقول لك عملوا دعايات وإعلانات وهذا مخالف للقانون، نحن لا يجوز في الصيدلة عمل أي دعاية ولا إعلام والترويج، لأنه نحن مهنة إنسانية ولازم نتنافس. منافستنا بين بعض يجب أن تكون فقط في خدمة المريض، كيف نخدم المريض. عندك نحن عندنا قانونين، قانون نقابة الصيادلة وهو قانون خاص وملزم، وقرارات مجلس النقابة وتعليماتها وقانونها وأنظمتها ملزمة لكافة صيادلة المملكة بغض النظر عن مواقعهم.
وعندك قانون الصيدلي والدواء كمان. قانون الصيدلي والدواء في مؤسسة عامة الغذاء والدواء قانون آخر برضو فيه أمور بتنظم المهنة. موضوع الدعاية والإعلام موجود نص في القانونين، وموجود موضوع منع يمنع الصيدلية والمؤسسة الصيدلانية السعي لجلب الزبائن بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، هو هيك النص بالقانونين. وبالنسبة للدعاية للمؤسسة والإعلان عنها لنفسه، يعني يمنع الصيدلي من الإعلان على نفسه أو لمؤسسته، موجودة أيضا في قانون النقابة، والتنين يقع عليهم مخالفات. نحن يعني ما في شيء يخفى، المواقع الإلكترونية والكذا بتبين مين بيعمل دعايات مين ما بيعمل، وهون بتيجي أحد موضوع الشكاوي. طبعا نحن اللي بنضبط مخالفات عندنا آليتين عمل. الآلية الأولى نحن بما أنه علاقتنا تشاركية تكاملية مع المؤسسة عن غذاء دواء، بنخاطبهم نقول لهم تم رصد 1 2 3، نرجو إجراء اللازم. ونحن عندنا دورنا كنقابة صيادلة، عندنا نحن ما يسمى بالمجلس التأديب. وأنا بحب دائما أوضح مجلس التأديب هي جملة مأخوذة من القوانين الأجنبية اللي هي بالإنجليزي اسمها disciplinary board، بس ترجمتها الحرفية مجلس التأديب، فالجميع بزعل منها. هذه بالقوانين موجودة بكل النقابات، حاولنا نغير الاسم بتغيير القانون، قالوا لنا هذه موجودة عالميا، موجودة في كافة النقابات وقائمة فلا يجوز تغييرها. فمجالس التأديب اللي عندنا هي مجالس تعقد زي محكمة صغيرة، برأس الجلسة نقيب الصيادلي، بيكون عضوين من مجلس النقابة، وبيكون في تنسيب من وزير الصحة بعضوين من وزارة الصحة، بيكونوا جالسين بيحققوا في الشكوى، في لجان تحقيق طبعا بنظروا إلى كذا وبحكم عليه. ضمن القانون عندك صلاحيات من توبيخ، تنبيه، إنذار، غرامات مالية تصل إلى سحب مزاولة مؤقتة. السحب مزاولة دائم بقرار من المحكمة إذا حولنا له إياه. إحنا عنا دائرة، شكلنا دوائر، دائرة من الدوائر اللي شكلناها في النقابة ما تسمى بدائرة الرقابة. دائرة الرقابة فيها زملاء معنيين بعيدين كل البعد عن أعضاء مجلس النقابة، بعيدين عن الهيئة العامة. السبب نحن منيجي انتخاب وبشفافية واضحة، بكرة إذا بتصير أنت توجههم وكذا عشان ما يكون فيها أي محاباة أو لا سمح الله أي تجاوزة. هذه دائرة منفصلة كليا، بتنزل معها أسماء الصيدليات وكشوفات صيدليات المملكة كاملة، وبتضلها تلف تمام، بتلف وبترصد، وبترصد مختلفات حسب حملات نحن منقوم فيها. ما وصلنا لمرحلة، يعني نحن لنا 7 أشهر ما وصلنا لمرحلة اللي نحن نبدأ نرصد اللي أنت تفضلت فيه ما هو يسمى التشخيص الصيدلاني. هلا لازم نأكد على شغلة، إنه الصيدلي هو جزء أساسي من المنظومة الصحية، والصيدلي عنده القدرة بالعديد من الأحيان بأنه يميز الحالة ويقدر يقول إيش فيه. ولكن نحكي بالقانون والدور، وهذا ليس دوره، أنا بحب أعترف، وليس دور الصيدلي بتشخيص الحالة تمام، هذا دور الطبيب. بالزمانات كيف كانت الحالة؟ كيف كانت لما أنا بلشت في الصيدلية؟ كان يجي المريض على الصيدلية نقول له، يقول أنا عندي كذا، حلقي بوجعني كذا، معلش رجع الطبيب، يطلع الطبيب يزور الطبيب، الطبيب يفحصه، تلاقي المريض يرجع من عيادة الطبيب على الصيدلية مع الوصفة يقول له تفضل. عبر السنوات الممارسة بلشت تختلف تمام، حتى داخليا ما بين الأطباء. كان يروح مريض عنده وجع مثلا في براس معده بالأسنان بأي شيء، يدخل عن الطبيب يقول له الطبيب يفحص، يقول له هذا مش عندي مثلا، يروح عن زميلي أخصائي الصدرية مثلا، يروح عن زميله. اليوم حتى بين بعض الأطباء صار يجي الطبيب يفحص ويدخل على تخصص آخر. إذا بدل إشي هذا بدل إنه الوضع الاقتصادي صعب. اليوم صار يدخل المريض بعديها على الطبيب يروح يزوره، وبطل ينزل على الصيدلية يأخذ العلاج، لأنه هناك صيدلية داخل العيادة، لأنه أصبح هناك صيدلية داخل العيادة. فنحن ما قعدنا مع زملائنا في الأطباء قالوا بدكم توقفوا، قلنا بدكم توقفوا، لازم نوصل لحل. حتى مع وزارة الصحة قعدنا مع فصارت مين بعض أمين إجا أول، البيضة ولا الجاجة، والجاجة ولا البيضة، يعني مين قلنا لازم نوقف مع بعض، لازم الموضوع كل واحد يأخذ دوره كامل متكامل. هون بيجي دور الحقيقي لي العلاقة التشاركية. شو جينا نعمل هلا؟ جينا نحكي بآليات العمل. الصيدلي هلا مفروض تنزل له الوصفة، يشخصها يدرسها ويصرفها.
والطبيب مفروض ينزل الوصفة للصيدلية، والعكس صحيح، المفروض لما يدخل الصيدلي على الصيدلية والمريض بده تشخيص باستثناء الأدوية اللي تسمى OTC أو Over the Counter اللي لا تحتاج الوصفة الطبية، هذا موضوع آخر بيقدر يأخذه على الرف، ما بتحتاج الوصفة الطبية، هذا موضوع مش بيكون علاج لمرض، هذا يجوز صرفها. بيطلع غير هيك على الطبيب، المريض الصيدلي بيقول له يراجع الطبيب. اليوم بلشت هذه الموضوع في توجهات، تم تشكيل من حديثة يعني من شهر لجنة ما بين نقابة الصيدلي ونقابة الطب للبدء وضع نقاط على الحروف لدراسة هذه الظاهرة المنتشرة. اللي صار اليوم عندنا في صيدليات عبر السنوات وأصبحت ممارسة كبيرة، إنه المريض بيجي عندك بيقول لك عمي أنا ما معي قدرة أدفع الكشفية، أنا مش قادر أطلع الدكتور، أنا أوصف لي أعطيني الدواء. إذا أصر الصيدلي بيطلع المريض بطل يرجع له. فالواحد قاعد اليوم بين نارين، هي أكثر من بين نارين قاعد اليوم. لما يعني نحن بنحكي على السياسة والاقتصاد، الاقتصاد بحرك السياسة كاملة، فاليوم الوضع الاقتصادي صعب، الواحد صار يخاف إنه يطلع الشخص يعني بده رزقته، الطبيب صار يدور على رزقته، الصيدلان صار يدور على رزقته لأنه وضع صعب. ولكن أنا أرى في المنظومة كاملة وتوحد المنظومة ويدينا بيدين بعض ترجع الأمور إلى نصابها، لما ترجع الأمور إلى نصابها تنتهي هاي الظاهرة. ونتمنى إنه هاي اللجنة اللي تشكلت هلا حتبلش تحط الأسس وتحط الكذا وكذا، وحكينا مع وزارة الصحة قلنا لهم إنه يكونوا موجودين ومؤسسة عن غذاء دواء، بدنا نشتغل بآليات رقابة شديدة على كل الأطراف، ما بيصير نستلم طرف على حساب طرف، يجب أن تكون على كامل القطاعات الصحية الاتفاق كامل. وبالآخر نحن زي ما حكينا، نحن لا نحن هوين نحمل عصي، ولا نحن في عندنا ممارسات بدها تتضبط عشان نرتقي في مهنتنا. هذه قصة تانية كليا. يعني نحن اليوم ناشدنا وبعتنا لوزارة الداخلية، عندنا قضية الاعتداء على الصيادلة قضية كثير كثير مهمة. الصيدلي على ذكر الوصفات، الصيدلي في بعض الأدوية اللي هي تصنف مهدئة لا تصرف إلا بوصفة لأنه عليها عقوبات، تمام؟ بالعدد أتوقع، بالعدد، بالحبة، بالشهر، حتى يجب أن ينظر بالتاريخ الوصفة قديش عمرها، من وين صادرة، أخصائي طبيب عام، يعني إلها شروط كثيرة هاي الوصفة، والصيدلي واعي فيها، تمام؟ هي علاج. يعني الناس مرات أنا بيجيني اتصالات بيقولوا لي مخدرات، بقول لهم لا طولوا بالكم، هذه علاجات، هاي علاجات وعلاجات، وإذا بتسمع واحد بياخده لا تقولش هذا، بالعكس هو علاج، في منهم علاج لآلام المفاصل، علاج لوجع للديسك، مسكنات، في منهم أمراض نفسية. فما لا يجوز نتعاطى مع المسميات اللي بتسمعوها مرات بتتداول إنه وعك بياخد الدواء، لا يا عمي هذا ممكن يكون مريض وحقه ياخده ولازم ياخده. الإشكال اللي بصير عنا سوء استخدام هذه الأدوية. وحتى نحن هلا بلشنا حملات توعوية قبل ما نبلش بقصة الضريبة، بلشنا فيها وهلا حنرجع نستمر فيها للصيادلة وللمواطنين، كيف نحن نتعامل معهم، نوعيهم انه للأهل بياخذ المريض الدواء بحطه على الرف، بيجي اخو وهي ظهري عم بوجعني، اسمع خذ لك حبة، طب علاجه غير علاجك، هذا العلاج اضطر لانه الطبيب وصف له، لانه حالته واصله لمرحله، حالتك مش واصله، يمكن حبه صغيره من بناتول كان حلتها ولا ريبان، يعني فبصير ياخده الاخ اللي ما ماله شيء، بعدين بصير بيعجبه بقول لك والله ريحني، فبصير بعدين بسمع من واحد صاحبه بس خد معه حبه تانية بيساعدك عند دراسه، يعني بلشنا ندخل بإشي كليا مختلف، وهو سوء استخدام العلاج وعدم استخدام العلاج من المريض وعدم حفظ الأدوية في داخل منازلنا بالطريقة الصحيحة بالخزائن بالهذا، بتلاقي الأب عنده ولا الأم عندها العلاج والولد ما أو الأهل خد لك حبة عندك يعني من غير ما يدروا مضاعفاته على المدى البعيد. شو عم بتولد عندنا منها مشاكل؟ عم بيصير الشخص عجبه الدواء بده ينزع الصدرية يطلب الدواء، كاش وصفة، طب شفت الطبيب، رحت زرتهم، لا عطيني اياه عندي بالبيت، اخذته لابوي لاخوي، برفض الصيدلي. هون بيصير في عندي اعتداء، غير الاعتداءات المنظمه، يعني هني فرقين، الاعتداءات المنظمه صارت فيها زي عصابات لانه صاروا ياخذوها وبدهم يبيعوها بالسوق السوداء يعني، والصيدلي على يعني على اهب الاستعداد انه يخدم المريض وانه ما يمنع بيعه. ف
فبصير عندنا مشكلة. الأبعد من هيك هي أنه القضية ما بتنحل من ناحية. بعد ما يمسكوا بيكون في كاميرات وبيكون كذا وبيمسكوا الشخص اللي اعتدى. بطلبوا من الزميل الصيدلي الشهادة هذه. ويجوني الصيادلة، هاي هي المشكلة الحقيقية. بيجوا الصيادلة بيقولوا لي دكتور قاعدين نتبهدل عشان شكينا، يعني لو ما شكينا وانسرقنا أريح لنا من اللي عم بيصير فينا بالإجراءات اللي بعد هيك. بيضلهم بيروحوا إذا عنده شغل وبيكون مداوم صيدليته وبده يسكر ويروح وبده يجي واحد يداوم محله، ضلوا رايح راجع لحتى يتلاقيه يقول لك يا عمي أنا ما بدي إشي، تركوني بحالي بس. وبتصير فيها بصير كأنه هو المتهم. فنحن ناشدنا وزارة الداخلية إنه يا عمي، والعفو غير التهديدات اللي بتصير تيجي. فهذا موضوع فعلا شائك، لأنه إحنا بنعلق ما بين القانون وحماية الصيدلي ونصير خايفين عليه. تمام. والأشخاص اللي مستقصدينها عارفين الإجراءات القانونية وعارفين إنه يا عمي نحن بندخل وبس يزهق بنطلع. فهذا موضوع تاني. تمام. هلا نحن باب الاستيراد مفتوح طبعا، عندنا اجراءات في مؤسسه عامه للغذاء والدواء بالتسجيل، لازم اي مصنع او اي مستورد للدواء استيفاء هذه الشروط، والشروط بديش احكي قاسيه ولكن هي شروط عالميه وما في تهاون فيها، يعني فيش تجاوزات في هذه الشروط، عشان هيك مش كل المصانع في العالم تقدر تسجل عندنا في الاردن. وهون بيجي الامن الدوائي، انه من اعلى يعني من افضل البلدان اللي فيها امن دوائي لصلاحيه الدواء عندنا. اللي تفضلت فيه هو مش تضييق على هذا، انت بتحكي يمكن على العطاءات اللي عم نشوفه دائما. تم اخذ قرار نحن دعما للصناعه المحليه، دعم لصناعتنا، انه اذا بتقدم للعطاء ثلاث مصانع محليه يمنع تقديم اي علاج مستورد منها. وهذا نوع من انواع الدعم للصناعه المحليه وموجوده في العالم كله، ولكن انا هي بحب اعرج عليها شوي. اليوم نحن عندنا بحدود 23 مصنع ادويه محلي، ومن أفضل المصانع وسمعتهم عالمية. عملية التضييق في أو عملية الحصر في العطاءات، الإغلاق نحن نسميه في العطاءات، هي لصالح الصناعة، ولكن فعليا هي لا تقدم للصناعة شيء، لأنه حيكون في هناك منافسة شديدة ما بين الصناعة المحلية، فما حيكسب المصنع. الأولى والأجدر بحكم نحن بلد صغير، نحن مش مع إغلاق الدولة نصير زي بعض الدول المغلقة، نحن بالعكس تجارة حرة ومنفتحين وتداول عالمي. بالعكس الأولى على الحكومة بدل ما تضيق وتسكر على العطاءات، صناعتنا للأمانة إذا بدها تعتمد 23 مصنع إذا يعتمدوا على السوق المحلي سكروا كلهم، سكروا مصانعنا. نحن صناعة الدواء المحلية كانت رقم واحد صادرات بالصناعات، وكانت رقم اثنين صادرات في كافة الصناعات منها المعادن، يعني قبل الفوسفات رقم واحد، الصناعة الدوائية رقم اثنين، فكانت تجيب للبلد عملة صعبة. الأولى بدل ما نضيق ونقول لهم خليكم تنافسوا بالعطاءات، منهم بيعطوا الأدوية ببلاش. أنا شايف قاعدين بينزلوا بأسعار داعم للحكومة مجانية وما عم بيقبضوا. موازنتهم وميزانياتهم هلأ مطلوب من الحكومة للصناعة الدوائية والمستوردين، أعطيكم رقم تعقد، 170 مليون تقريبا عبر سنتين وثلاثة، ومع ذلك مستمرين بالتوريد كرمال دعم البلد عشان المواطنين. الأولى على حكومتنا تيجي تطلع وتروح على دول برا توقع اتفاقيات تداول وتجارة وتصدر أدويتنا بدل ما تحبسها هون، لا اطلعوا صدروها للبلاد كلياتها، اعملوا اتفاقيات تداول، اتفاقيات تجارة حرة، وزعوا بين بعض، هون الأساس. وليس من الصحيح برأيي الإغلاق، لا أعطوهم دعم، إحنا مع الدعم للصناعة كلنا داعمينها، ولكن الأجدر أنه نطلع نفتح لهم أسواق خارجية ونسوق صناعتنا المحلية.